اللي انا اعرفه في مدرستي انا ان الحب بيجي من الطرفين ويبقى كمان حلو قوي، وبرده في مدرستي انا ان الراجل يحبني قوي ويفضل يتشحتف عليا جدا 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 ويقدم كل انواع التنازلات، وبعدين انا افكر ان كنت ارتبط بيه ولا لا، او اعمل فيها مش مهتميه، وبعدين في الاخر اعترف له ان انا كمان بحبه. ده مدرستي. لكن في مدرسة تانية وليها كل الاحترام، ان البنت بتبقى متيمة، يعني هي شايفة ان ربنا فوق والشخص اللي بتحبه ده تحت ومفيش احسن من كده، وان هي في المقابل لمجرد انها توصل لهذا الرجل وتتجوزه وتبقى مراته، انا مستعدة اتنازل عن اي حاجة بما فيهم حياتي، اكرس حياتي فقط لهذا الشخص. لا ليا طموح في الشغل، ولا ليا طموح في ان انا ابقى ليا كياني، ولا اكمل تعليمي، ولا اعمل اي حاجه، انا عايزه ابقى بس ايه، بشم ريحه القميص بتاعك. في شخصيات كده، هل الشخصيات دي شخصيات سويه؟ هل الشخصيات دي عندها مشاكل نفسيه؟ هل الشخصيات دي طبيعي انها تحب كده بالطريقه دي؟ هل هي مختلفه عننا؟ هي ايه الاختلاف عن الكونسبت بتاع الناس دي وطريقه تفكيري؟ الغاء التربيه كيان، مش عارف. خلونا نشوف الموضوع هيمشي ازاي مع دكتور نبيل القط وجهاد التبعي وجهاد صانعة محتوى خاص بالصحة النفسية والعلاقات. اهلا وسهلا. اهلا بك، وبنجد تحية مرة تانية لكم المشاهدين والدكتور نبيل صاحب جهاد طبعا كل يوم حد، ولجهاد. السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت، انت عارف كل فترة او كل كام يوم لازم قصة، فالقصة الاجتماعية اللي كانت مشهورة يارا وخطيبها او جوزها او واتيفر يعني انتيكا اسمه، بقوا ترند. ليه؟ لان هي قالت جملة مثلا زي ما كانش هيتجوزني خالص وخليته يحبني. هل حضرتك شايف ان فكرة ان انا خليته يحبني، او ان انا بعمل حاجات كتيرة جدا عشان ينتبه لي وعشان يحبني، ان دي طريقة مضمونة للحب واستمراره؟ لا، هي مش طريقة مضمونة، بس هي احد طرق الحب، احد طرق الحصول على الحب. يعني احد طرق الحصول على الحب هي فكرة تبادل الجاذبية، يعني بمعنى ان انا منجذب لشخص فانا بعلن حبي ليه وبدلعه وبديله فيدباك بوزيتيف فيدباك وبجيب له هدايا وبقول له انا هساعدك وانا كذا وانا كذا وانا كذا، ينتهي الامر بالاخر بهذا الشخص انه يحب المحب. يعني احد طرق الانجذاب هو تبادل المشاعر. بس انا هنا بحب حبه ليا، مش بحبه هو شخصيا. ما هو في الاخر بينتهي الامر انه بيحبها، بيحبها عشان هي بتحبه. احنا بنتكلم على في عده طرق للانجذاب او للحب، من ضمنها التقارب. اتنين بيشتغلوا مع بعض في نفس الشغل، كل يوم متقابلين، كل يوم بيتكلموا مع بعض، كل يوم بيشوفوا بعض، ينتهي الامر ان هو بيحبوا بعض. ابن الجيران نفس الحكايه، الـ 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 الزملاء نفس القصه. من نفس الحاجات، من نفس الطرق الانجذاب، التشابه مثلا ممكن يؤدي الى الحب، شبه اخويا، شبه بابا، شبه مش عارف مين. لكن كمان من ضمن الحاجات انه انا احبك، فينتهي الامر انك تحبيني عشان انا بحبك، عشان انا بحسسك حلو. كل لما اشوفك مره احسسك حلو، احسسك انك ملكه واميره ونجمه ورائعه ومش عارف كذا. طب انا ينتهي الامر انك تحبيني. انا كمتلقي لهذا الحب.